بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. اتكلمنا قبل كده عن الفيرست ستيج، معلش خدنا وقت على ما رجعنا نتكلم تاني. يعني الفيرست ستيج اتكلمنا عنها قبل كده، والمرحله الاولى، وقلنا ان دي اهم جزء عندك في المنظم، وقلنا انها بتوزع الضغط على الخطاطين بضغوط مختلفه. وكان النهارده المفروض نتكلم بقى عن السكند ستيج وبواقي المنظم، ولكن لقينا حاجه مهمه قوي لازم نتكلم عليها الاول، وهي الخطاطين. لقينا في حاجه موجوده دلوقتي اسمها الخرطوم الفليكس او الخرطوم المرن، ولقينا كمان عندنا الخرطوم المطاطيه او الخرطوم القديمه اللي كنا بنستخدمها كلها. قبل ما اتكلم مع حضراتكم انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه، ده او ده الاثنين شغالين كويس مفيش مشكله فيهم، بس كل واحد فيهم مميزاته وعيوبه. الخرطوم سواء مطاط او سواء فليكس لازم يتصنع من ثلاث طبقات، زي كاوتش العربيه كده، بتلاقي عندك الطبقه الداخليه، وبعدين عندك طبقه من القماش او النيوبلين مغلفه الطبقه الداخليه، وبعدين في الاخر خالص الطبقه المكسيه اللي بره. لو بدانا من الطبقه الخارجيه اللي بره، عايز اقول لكم انها ملهاش لازمه بالمناسبه، يعني او لازمتها مش قويه قوي. اللي مسؤول ان يحفظ البريشر بتاعك او الهواء اللي جوه الخرطوم هو الطبقه الداخليه اللي موجوده هنا دي، لازم تبقى مطاط مثلا، الخرطوم مطاط، وبعدين يبقى حواليها الطبقه البريدد او الطبقه الجديله اللي بتغلف الجزء الداخلي عشان تحافظ على الضغط، تحفظ الخرطوم، وبعدين الطبقه الخارجيه اللي بتغطي كده الطبقتين اللي تحت. زي ما اتفقنا الطبقه الخارجيه دي بس هي منظر بالمناسبه، ممكن تبقى لون، ممكن تبقى شكل، ايا كان يعني، لكن الاساس هو الطبقه الداخليه والجديله اللي عليه. الخرطوم المطاطيه اللي هي دي الربط بتاعنا، طول ما انا بنستخدمها لقينا مفيش فيها مشكله، هي لها بس مشكلتين صغيرين، انها تقيله الوزن. فلو انت مثلا بتستخدم السكند سيف بقك مثلا، بتلاقيها بعد فتره بتبقى تقيله شويه على بقك، وانا شخصيا كنت بعاني من الكلام ده لفتره معينه، لحد ما حد من صحابي اقترح عليا هات الخرطوم الفليكس تخفيف الوزن. وبعدين جبت الخرطوم الفليكس، فلقيت لازم اعمل بحث عنه، انا بطبيعتي بحب ابحث عن اي حاجه قبل ما استخدمها، فلقيت شويه حاجات مهمه كان لازم اتعمل لها فيديو بصراحه. يعني الخرطوم المطاط زي ما اتفقنا هو تقيل الوزن، لكن عمره الافتراضي طويل جدا، هو ناشف شويه مش مشكله. فلو انت ما عندكش مشكله مع تقله وما عندكش مشكله ان هو ناشف شويه، يبقى عادي، هات خرطوم ربر مش مشكله. يعني الخرطوم الفليكس مميزاتها انها خفيفه الوزن، فلو انت بتسافر كتير مثلا، تركب طياره والكلام ده، فانت محتاج حاجه خفيفه الوزن يعني، فخرطوم الفليكس هيديك الميزه دي. كمان هو عشان اسمه فليكس فهو مرن قوي، انت ممكن تلفه وتحطه في اي حته كده في الشنطه بتاعتك، توفر اماكن يعني، فهو سهل وخفيف ويتلف بسهوله. دي الميزتين الاساسيتين فيه. كمان في منه الوان، يعني انت ممكن مثلا تميز الخرطوم الاساسي اللي في بقي مثلا باللون الاسود، وبعدين خرطوم الهاي بريشر، خرطوم الضغط العالي مثلا بازرق، وخرطوم الالترنت بتاعي باصفر، وات ايفر يعني. فمنه الوان، مرن، خفيف الوزن، ولكن اكتشفنا فيه شويه عيوب. العيب الاساسي اللي موجود فيه ان معظم الناس اللي بتشتغل بيه مثلا سايد ماونت او اي حاجه، فلو حطه على رقبته كده، قال لك مع الوقت مع حكه في رقبتي هو بيجيب لي حكه في رقبتي، لانه خشن قوي. البريد بتاعه او الجديله اللي عليه من بره دي بتجيب حكه في الرقبه. احنا اتفقنا ان المطاط بيتصنع من ماده المطاط، معروف الرابر بتاعنا. الخرطوم الفليكس بقى لقينا فيها حاجه كده لازم نتكلم عنها شويه. الخرطوم ده بيتصنع الماده الداخليه بتاعته اللي هو زي المطاط، زي ما اتفقنا هو داخل فيه طبقه داخليه، وبعدين الجديله النيوبرين اللي مغلفه القماشه دي، وبعدين الطبقه الخارجيه نفس الكلام كده. الطبقه الداخليه بتاعته بقى مش مطاط طبعا، الطبقه الداخليه بتصنع من حاجه من الثيرموبلاستيك او البلاستيك الحراري. البلاستيك الحراري اللي بتصنع منه الخرطوم دي منه نوعين، نوع حاجه اسمها بوليستر وحاجه اسمها بوليذر. البوليستر عمره الافتراضي في بلادنا الحاره هنا قصير جدا، لانه بيتعرض للحراره الشديده في الشمس هنا، وبعدين اول ما افتح التانك بتاعي فيطلع الفلو بارد من التانك، فيتعرض للبروده بسرعه، وكمان لما انزل اغطس يبرد اكتر، وبعدين اطلع من الغطسه فيتعرض للشمس، وبعدين بروده من التانك، وبعدين ميه، فبيحصل له حاجه اسمها هيدروليسيز او تحلل مائي. يعني الماده الداخليه اللي جوه اللي هي البوليستر دي بيحصل لها انها بتتصلب وتنشف، وممكن تبدا تتكسر. وبعض الناس، في حد بعت تقرير لمنظمه دان اللي هي الدايفرز اليرت نتورك او المنظمه الصحيه او الطبيه المسؤوله عن الغطاسين، يعني بعت لهم وقال لهم ان انا بستخدم خرطوم فليكس، وفجاه لقيت ان الكريستالز اللي اتكسرت جوه دي وصلت هنا ومنعت عني الهواء، او بدا الفلو بتاعه يقل. في حد بعت تقرير، لكن ما اخبيش عليكم انا بعمل بحث مع الناس المحترفين وبتكلم معاهم في الموضوع، ما حدش عمل ريبورت او وثق الحاله دي في بلادنا هنا يعني. ولكن البوليستر في الحراره بيتاثر وبيتشقق، وكمان الناس اللي عملوا ريبورت عن الخرطوم ده لما ينفس قالوا انه بينفس على شكل شبكه، يعني ما تلاقوش مثلا بينفس خرم كده زي الربر. الربر لما يتخرم هتلاقيه بينفس خرم هنا مثلا، ممكن يبقى خرمين وات ايفر، لكن ده بينفس على شكل شبكه عشان الطبقه الداخليه بتاعته بتتكسر زي ما قلنا او تتشقق، وتبدا تنفس بشكل كبير. يبقى البوليستر ده ما تشتروش خالص وما تستخدموش ابدا. الماده الكويسه قوي اللي هي البوليذر، لو انت متاكد من خرطوم الفليكس بتاعك اللي هتشتريه هو ماده البوليذر، لان عمرها الافتراضي اطول في بلادنا الحاره، بتحمل حراره.
فاشتري بوليدر لو تشتري فليكس. لو عندك مشكله طبعا في ان هو خشن على الرقبه او خشن على ايدك لو تشده كده ولا حاجه، لو مش متاكد ان هو بوليدر مش بوليستر، يبقى يفضل دايما تفضل في خواتيم الرابر بتاعتنا المعروفه. العمر الافتراضي لخواتيم الرابر دي بتاعتنا في بلادنا الحاره هنا مش اقل من 3 سنين لو خاطوم كويس. الفليكس بفعل الحراره بتاعتنا الموجوده زي ما اتفقنا والهيدروليسيس او التحلل المائي، فبيبقى عمر افتراضي اقل شويه. لو انت بتسافر كتير وما عندكش مشكله وتقدر تحافظ على خاطومك من الحراره بين الغطتين تغطيه في مكان مثلا، خاطيم الفليكس اقصد يعني، وكمان خاطيم الرابر كمان حافظ عليها برضه من الشمس. كده احنا اتكلمنا عن خواتيم الفليكس وخواتيم الرابر. اعمل لكم ملخص سريع. الخواتيم الرابر بيتحمل حراره وقوي وعمر الافتراضي اطول من اللبنه الحاره، مشكلته ان هو تقيل شويه وناشف، لما يتخرم بتلاقي خرم صغير خارج كده. الخواتيم الفليكس رخيص الوزن ومرن ومنه الوان كتيره، ممكن تميز خواتيمك زي ما انت عايز لو بتسافر عايز حاجه خفيفه، مشكلته بيتاثر بالحراره، ولو ماده البوليستر هي اللي جوه يبقى تشتريه، لو بوليستر ما تشتريهوش. خشن على الرقبه وعلى الايد، في حاجه كمان هو بيطفو كتير، يعني تلاقي دايما وانت ماشي مثلا طافي، يعني ده تقيل شويه ده العكس تماما، تخيف خيخ الوزن قوي يعني. حد من صحابنا قال لي ان هو بيفضل خواتيم الفليكس جدا مع الهاي بريشر، العداد بتاع الضغط اللي موجود جوه التانك بيفضله قوي، وسواء طويل او قصير مش مشكله عنده، ان هو بالذات في السايد ماونت انه بيلف ويثبته مع التانك، فالخاتوم مدني بيديله القدره ان هو يثبته مع التانك، يبقى بيطفو بشده وعمره في البلد بتاعتنا قصير. مطلوب طبعا من حضراتكم تحافظ على الخواتيم بتاعتك تغيرها في اللجنه اللي احنا فيها هنا كده كل 3 سنين مينيمم، لازم كل 3 او سوري ماكسيمم يعني كل 3 سنين تغير خواتيمك حتى لو ما ظهرش عليها اي عيوب. اي خاتوم عندك يظهر فيه اي تنفيس او اي حاجه لازم تغيره. لو عندك خاتوم لفليكس بالذات كل فتره كده امسك خاتومك وامشي عليه بالشكل اللي انا بعمله ده وحسس عليه جزء جزء، لو لقيت اي جزء طاري منه يبقى الجزء ده حصل له هيدروليسيس، يبقى خاتومك سون اناف يبدا ينفس، يبقى لازم تغيره. حاول تمارس برضه مهارات ان انا اشير هوا مع حد، عشان لو حصل تحت المايه في اي وقت خطوه مثلا ضرب مني ولا حاجه، يبقى انا اقدر بالظبط اروح على اي حد واقول انا اوت اوف اير وابدا اشير هوا مع صاحبي عشان اتجنب اي مشكله مع الخطوه لو انا ما غيرتوش مثلا وحصلت المشكله بتاعتي في المايه. كده انا خلصت، شكرا جزيلا يا شباب. لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش عندنا كمان الصفحه وعندنا جروب بنفس الاسم ايجي دايفرز، وهتلاقي برضه نفس الفيديو على صفحتي الشخصيه انا محمد مدني بادئ اديسيزاف انستراكتور. شكرا يا شباب واهلا بكم في اي وقت.